في اكلات كتير ممكن تكون اتوصفت لك في الدايت عشان خاطر تخس، بس اللي ما تعرفوش ان الاكلات دي ممكن تكون السبب في ان وزنك يزيد. اول حاجه هكلمكم عليها النهارده وهي العصاير. دايما كده نلاقي حد بيعمل دايت يقرر ان هو يشرب عصير فريش، وكمان عصير فريش بدون سكر. خليني اقول لكم ان العصاير خصوصا حتى لو فريش ومن غير سكر هي تعتبر غير مناسبه في برنامج لانقاص الوزن، وده بكل بساطه لان هي بتكون مركز للفاكهه زي عصير البرتقال مثلا. احنا لو جينا نعمل كوبايه عصير برتقال بنعصر من 4 لـ5 برتقانات، لكن لو جينا اكلنا برتقال بناكل برتقانه واحده بس. لو شربنا كوبايه عصير برتقال ما بنحسش بالشبع، ده غير بعد شويه بنحس بالجوع لان جسمنا امتص كميه كبيره من السكر في وقت قليل، فبعد شويه حسستنا بالجوع مره تانية بسبب ارتفاع نسبه هرمون الانسولين في دمنا حتى لو مش مضاف اليه سكر. كمان لما بناكل البرتقال بنستفيد بالالياف الغذائيه اللي بتكون موجوده فيه، بتحسسنا بالشبع لفتره اطول، وفي نفس الوقت بتنظف القولون وبتنظف الجهاز الهضمي وليها فوائد تانية كتير. فعشان كده العصاير الفريش لو انت بتحاول تخس مش افضل اختيار ليك. عندنا مبدا كده بيقول eat your calories او كل سعراتك الحراريه، اي حاجه فيها كالوريز داخله جسمك حاول تاكلها اكتر ما تشربها عشان خاطر تشبع اكتر. عمليه المضغ نفسها من اهم العمليات اللي بتلعب دور مهم في عمليه الشبع.